حكينا في الاول خالص انت ازاي رحتي الاوبرا في فرنسا، ازاي بقيتي اول عربيه اول مصريه في التاريخ تغني في اوبرا فرنسا، اوبرا باريس. انا قبلها كنت في المانيا، كنت بدرس، كنت بعمل الماجستير والبكالوريوس في الغنى الاوبرالي، وقعدت سنه كامله وانا في اواخر يعني الماجستير كنت بدور بقى هبتدي اشوف عايزه اروح اشتغل في اوبرات تانية في اوروبا، فقلت اقدم في باريس مش هخسر حاجه في اوبرا باريس، ورحت عملت الاختبار فعلا عشان ادخل، وما كنتش اصلا يعني رحت عملت الاختبار وقلت خلاص بقى يعني الموضوع صعب قوي ان انا ادخل او كده، يعني لانها اوبرا فيها منافسه جامده جدا وفي حوالي 800 واحد من كل انحاء العالم جاي عشان يعمل الاختبار ده، فالموضوع صعب جدا، لكن فعلا في الاخر اتقبلت، كنت واحده من اربع اشخاص اتقبلوا يعني ان هم عضو فرقة أوبرا باريس، وبس وبقالي 3 سنين دلوقتي هناك بغني في الأوبرا هناك، وبغني برضو برا، رحت الصين، رحت موسكو، أوبرا بولشوي، يعني كنت بمثل أوبرا باريس برضو برا مش بس يعني بس. والسنة دي بقى أوبرا باريس ادتني جايزة أحسن فنانة أوبرا صاعدة لهذا العام. مش متفكري تيجي تشاركي في الاوبرا المصريه هنا؟ انا فعلا بشارك في الاوبرا المصريه، لسه مارس اللي فات فرقه الاوبرا عزمتني، الدكتوره ايناس عبد الدايم والدكتوره ايمان مصطفى عزموني ان انا اجي اغني معاهم حفلتين، فانا كل سنه كده كل مره في السنه باجي بعمل كام حفله في مصر يعني بحاول، بس ان شاء الله من السنه دي عايزه اركز اكتر ابقى في مصر اكتر يعني. مشاركتك في المؤتمر جت ازاي؟ مش عارفه. لا انا الفتره اللي فاتت بعد ما خدت الجائزه كان في كتير من الصحافه يعني تداولت الموضوع ده وكتبت عن الجائزه وعن اول مصريه ومش عارفه ايه وكده، فانا متهيألي ان معرفش بقى اللي بينظموا المؤتمر او كده لقطوا شافوا الموضوع ده على الميديا او كده وقالوا لازم تيجي. برضو كان في وزيره الهجره استاذه نبيله مكرم ووزيره الثقافه برضو ايناس عبد الدايم، الاثنين برضو كانوا على علم بالجائزه وكلموني وقالوا لي لازم تيجي مصر نكرمك وكده، فممكن يكون برضو من طريق مش عارفه. اتفاجئت لما جات لك الدعوه للمؤتمر؟ يعني كان اتفاجئت، ما كنتش متفائله، ما كنتش متوقعه خالص ان انا هاجي المؤتمر ابقى جزء منه يعني، بس مبسوطه ان هم انا شايفه ان المؤتمر مركز على نماذج مختلفه خالص من الشباب المصريين، كل واحد في مجال مختلف، فانا عاجبني ان انا بقدم مجال الفن او يعني بقدم الاوبرا يعني. طب وجودك النهارده في العاصمه الاداريه الجديده شايفها ازاي؟ برضو دي حاجه بالنسبه لي يعني بسطتني قوي انه هيتعمل في العاصمه الجديده اللي انا عمري ما جيت، وكنت نفسي ان انا اكون جزء من مؤتمر او جزء من ايفنت اتعمل في بدايات العاصمه الجديده وهي لسه بتبتدي، فانا مبسوطه ان يعني لما ابص بقى بعد كده يعني لما المستقبل وابص زمان اقول انا كنت موجوده في لسه في اوائل العاصمه الاداريه، فطبعا حاجه